السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. وما زلنا مع سلسلة هروب مزول إميلات من المناظرة، وما زال يخرج من كذبة يقع في أخرى. والله هذا الشخص لا يستحي من الكذب، كل ما يخرج من فمه كذب في كذب. تتذكرون كنت قد قلت له لماذا لم ترد على حلقتي هذه حول إثبات إيمان أبي بكر؟ خرج هذا المزور في بثه وقال لأتباعه لا أنا رديت على هذه الحلقة، وبدأ يخرج لهم ردوده علي، وردوده تلك التي أخرجها كلها رددت عليها. وآخر رد له علي في موضوع فدك وغضب الزهراء كان في تاريخ 21 في شهر 6 2023، ومباشرة بعد مرور 3 أيام في يوم 24 شهر 6 ردت على آخر رده علي بحلقة طولها 47 دقيقة وهي نفسها هذه، وفضح جهله وتدليسه واستدلالاته المضحكة، بل وألزمته بعدة إلزامات وأسئلة كما تشاهدون في الصورة ولم يرد عليها. ثم بكل وقاحة يكذب على أتباعه ويقول لهم أنه رد علي. أين ردت علي يا كذب؟ ألا تستحي تكذب علي وأنا حي أرزق؟ أكثر من 6 أشهر وأنا أنتظرك أن ترد على إلزاماتي وأسئلتي، وإلى اليوم لم ترد ولو بكلمة، بل وكنت أضع الحلقة في المنتدى في قناتي أذكرك بها وأنت عامل نفسك ميت. ثم بعد كل هذه المدة من الهروب خرجت ترد علي في موضوع مواقيت الصلاة وتطلب مني الرد عليك؟ ويا ليتك لو كنت رددت على الحلقة بالكامل، رددت على 3 دقائق والحلقة طولها 20 دقيقة. ثم عندما طلبت منك المناظرة خرجت مسرعا تقول لا أنا لن أناظرك حتى ترد على مواقيت الصلاة. عجيب، وهل نسيت نفسك أنك أنت الهارب ولم ترد أصلا على حلقتي وموضوع الذي بيني وبينك وهو فدك وغضب الزهراء؟ يعني باؤك تجر وبائي لا تجر؟ حين ألزمك وأفضح أكاذيبك تهرب وتفتح مواضيع جديدة؟ كل شخص منصف سيعلم أنك أنت من تهرب وليس أنا، أنت من تفتح مواضيع جديدة وتهرب حين يتم فتحك. وصدقت الحمد لله حين وضعت عنوان لآخر ردي عليك، فشل وليد إسماعيل في التحدي وانتصار ذو الفقار المغربي. أي والله فشلت يا مزور في التحدي، وإلى اليوم لم تثبت إيمان أبي بكر، وهربت من الموضوع وذهبت تفتح مواضيع جديدة. فدلس وكذب كما تشاء، كما كذبت علي وزورت الإيميلات في شهر رمضان. ما زلت لم تتوب من الكذب والتدليس ولن تتوب، لأن ديركم بدأ بالكذب من يوم السقيفة وعلى بنت رسول الله إلى يومنا هذا، فكيف ستتوبون من الكذب؟ الآن سأقول لك وألزمك بكلامك، من اليوم لا يحق لك الرد على أي حلقة من حلقاتي حتى ترد على حلقتي حول فدك وغضب الزهراء، لأنك إلى الآن لم تثبت إيمان أبي بكر، وكل مرة سترد علي في أي موضوع آخر فإنك تفضح نفسك وهروبك. وسأخرج أنا بدوري وأذكرك في هذه الحلقة التي لم ترد عليها أصلا، وأنصح أتباعك أن يشاهدوها حتى يعلموا لماذا هربت منها وفتحت موضوع جديدة. وقبل أن أنهي أقول لأتباعك الذين يعلقون عندي في القناة ويقولون لي لماذا لا تضع فيديو وليد إسماعيل وترد عليه بدل أن تحط كلامه كتابة، أقول لكم شيخكم هذا غدار ومخادع، قال لي بالنص وأنا أعطيت وعد كمان أني هو لو حط فيديو لي بالصوت والصورة مش هبلغ عليه. هل التزم بهذا الوعد؟ أبدا والله، قام وبلغ على الفيديو كنت قد نشرته في قناتي. هنا يقول تمت إزالة الفيديو والذي أزاله وليد إسماعيل محمد مالك الحقوق الطبع والنشر. فهذا الشخص لا وعد له، شخص منافق. قال رسول الله كما جاء عندكم في كتاب البخاري آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا المزور اكتملت فيه كل هذه الخصال، فهو منافق خالص، ولكن اللوم ليس عليه بل على من يتبعه ويصفق له. والسلام عليكم.